السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تطبيق اسمه كولجيا، وده بيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يعمل اوتوميتد للمباني السكنية، وتدي مثلا قطعة أرض هو يبدأ يعمل لك التقسيمات بتاعتها ويعمل لها الدراسة. فبدل ما الإنسان بياخد وقت كتير جدا، الذكاء الاصطناعي يقدر يوفر لك الوقت دوت، لكن ده لا يغني عن الإنسان، لأن الإنسان في الآخر هو اللي يختار أفضل تصميم الناس تقدر تعيش فيه. ممكن انت تاخد شهر تجرب في التطبيق، فانت ممكن تضيف له بس قطعة الارض وتبدأ تحط له البارامتر معينة، يعني مثلا تقول له انا عايز المباني ما تقلش عن مثلا 6 7 ادوار، وما تزيدش مثلا عن 50 دور، وهكذا. يعني تبدأ تحط له البارامتر اللي انت عايزه والاهتمام بتاعتك، هو يبدأ يعمل المباني ويبدأ يعمل لك التقسيمات بتاعتها ويبدأ يعمل لك الدراسة ويقول لك انا واحدة فيهم اللي هتديك اكبر مساحة بحيث ان تقدر تبيع وتستفاد منها. فده من ضمن سلسلة البرامج اللي احنا بنشوفها الخاصة بالذكاء الصناعي. طبعا هو بيتعامل مع الراينو، بيتعامل مع الريفيت، بيتعامل مع اي حاجة من برامج اللي ممكن تصدر للاي اف سي اهو. بيبدأ يديك اكتر من سوليوشن وانت تختار افضل واحد فيهم. طبعا بالطريقة التقليدية كل اوبشن فيهم ممكن ياخد له ايام، لكن هنا الموضوع بيبقى ايه اسرع، وانت بتختار افضل واحد فيهم من ناحية البيئية ومن ناحية الراحة الحرارية والراحة الانسان. طيب السعر قد ايه؟ 220 جنيه استرليني في الشهر، تمام. فمبلغ ضخم الصراحة، يعني خلينا نكون صراحة. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، وبالتوفيق ان شاء الله.